هلو حبيبي، كيفكم؟ شو تكونوا بألف خير. جهزت، حطيت ميك اب مختلف اليوم لأنه أنتوا دائما بتقولوا شو دائما بتعملي ميك اب نفس الشيء. شوفوا اليوم اليوم نحتفل بعيد ميلاد ميرا، طبعا متأخرين شوي، عيد ميلادها 1/7 بس أجلناه شوي. ها مامي، وقلت لكم قبل إنه أنا كنت حابة أعمل عيد ميلاد هيك يكون عائلي هالسنة، ف رح تجي الكيكة بعد تقريبا ساعة. أنا وسيمان، أنا حاليا متبدلة وهيك وحاطة ميك اب لأنه رايحين على المول نشتري هدايا لميرا، ويس كيكة جاية على الطريق وهلأ رايحين نجيب هدايا. ما بعرف صراحة شو بدي أجيب هدايا، رح أروح أشوف بعدين، يعني ما حاطة شي سبيسيفيك براسي، بس بدي كمان أجيب مثل هيك فستان أصلا بما انه الكيكه راح تكون عليها بيكاتشو، وميرا يعني الكاركتر المفضل لها هو بيكاتشو حاليا، فلازم اجيب لها هيك فستان معي يكون اصفر. حاول هيك الاقي لها فستان اصفر حتى تاخذ صوره هيك مع الكيكه والهدايا وهي الاشياء. فيس هاي هي مخططات اليوم. معجبة بميك اب بي، قولوا لي شو رايكم، حلو ولا لا، ولا معجبه فيه على الفاضي؟ شوفوا انا عملت خط وبعدين عملت له مثل سموكي فوق الخط. يا عمري اوكي، ميرا حاليا لساتها بالبيجامه وهيك، بس بعدين راح بس ارجع من المول وهيك اجيب لها الفستان، راح اضبطها واعمل لها شعراتها والبسها، وبعدين نجيب لها الكيكه هيك نغني لها واشياء، وبعدين نفاجئها بالهدايا. يا هذا اللي راح يصير اليوم. صاحبة العيد ميلاد كانت عم تاكل شوكولا. What's that? It's chocolate. Chocolate. عمري كيوتة. للي بيسأل، ميرا صارت 3 سنين. Look, it's chocolate. Oh my god، ميرا عم تكبر وهيك صارت 3 سنين و next year 4 سنين. ما عم بقدر يعني اتخيل الموضوع والله. يا عمري. ميرا look مامي، خلينا نشوف اذا بتفهم. ميرا it's your No. ما عم بقدر يعني اتخيل الموضوع والله. يا عمري. ميرا look مامي، خلينا نشوف اذا بتفهم. ميرا it's your birthday today. It's Mira's happy birthday to you. يعني هي بين فهمانه ومو فهمانه، عرفتوا يعني لما تيجي الكيكه رح لا لابسه ابيض وهي كلها شوكولا. لما تجي الكيكه والهدايا اي ثينك راح تفهم انه عيد ميلادها اليوم، بس هلا لما عم بقلها ما عم تفهم، يعني لانه ما مستوعبه شو يعني شو جاب سيره البيرثدي. هي بتعرف شو يعني بيرثدي، تعرف انه عيد ميلاد وهيك، بس ما عم تعمل كونكت انه البيرثدي لها وانه هي صارت 3 سنين، فهمتوا؟ بس تعرف كلمه بيرثدي، فبس نجيب لها الكيك ونغني. وات يا عمري؟ What? What's your jumper? What? Jumper. Diaper? Oh, yeah. No, go wear pajama. Okay. Yes, هلا مو فهمانة شي ميرا، بس نجيب الكيك إن شاء الله بتفهم. Okay. متحمسة أشوف ردة فعلها هيك على الكيكة. هلا بس تجي الكيكة رح أفرجيكم إياها، ديزاين كتير حلو هيك بيكاتشو عليه بوكيمونز. وكيكة هيك لونها أصفر، فيها ألوان حلوة يعني، فرح تفرح عليها ميرا. مشان آدم ما يغار عم فكر أجيب له هيك. أوكي حبايبي، طبعا هلأ نحن بالسيارة طالعين على المول نجيب هدايا. كتير متحمسة أشوف ردة فعل ميرا لما تشوف الكيك والهدايا وكل شيء. المهم حبيت أفرجيكم الكيكة اللي كنت مفكرة فيها. أنا صراحة كنت مفكرة كيكة تانية، كيكة على شكل بيكاتشو، يعني هو مجسم بيكاتشو كيك، بس صاحبة الكيك قالت لي انه رح يكون صعب، رح نتأخر فيه، اذا بدك فيه اسهل ابسط وكمان حلو كمان بيكاتشو، فهات كان فيها متعمليها هيك بسرعة. فهي هي شكل الكيكة، شوفوا هيك الكيكة لونها اصفر كيوت، عليها بوكيمون وفيها فوق هذا البيكاتشو. بدي اعرف هل الكيكه رح تكون مثل هاي بالضبط ولا حتجي هيك مختلفه، بدي هيك اقارن الصوره versus الحقيقه.
anyway كيكه شوي وبتوصل. ليش شو رايكم بستايل شعر سيمنت الجديد؟ هاي انا قلت له خليه هيك اوكي. تصويت الشعره هيك احلى ولا مثل ما بيعملوا كالعاده؟ انا ناسا والله انا شايفه هيك ما بعرف يعني. طيب حبيبي نحن كنا بموضوع دخلنا بموضوع ثاني على فكره. انا ما مسرح شعري لاني مستعجلين ولازم نروح ما هيك احلى فبس عملته هيك يعني اوكي. مالي nice. مالي مسرح شعري. نايس تو ميت يو. اوكي المهم خلينا نكمل. من 3 ايام كان عيد ميلاد مير حبيبه قلبنا. نحن ما لحقنا نعمل لها عيد ميلاد مثل عالم الناس. 3 ايام هو 1/7. اي 1/7 من 3 ايام حبيبي. يومين 3 ايام 1/7 رح نتقاتل مشان كم يوم صار. اوكي يومين مثل ما بدك. المهم ما عملنا لها عيد ميلاد ما نسخنا لها. فجاه حسينا انه ميرا صار عمرها 3 سنين يعني. شو كنا ملدين ما بعرف. لا هي مو هي المشكلة. خليني بس اشرح لهم عندك. اوكي انا شرحت لهم طلعت وشرحت. اوكي خليني اشرح انا انه شو لا لحظة انه انا عادي ممكن اجله شهر واعمل له ترتيبات واشياء. لا عادي في ناس تأجل شهر شهرين بتأجل. انا مو انه اقول انه ما بتزبط لاني ما بصير تتأجل. لا بس انت شو عندك؟ طيب اوكي حتى لو اجلنا شهر ما بزبط لاني انت بتكوني عملتي عمليه وانا في عندي اسناني عم بظبطهم عم بروح وبجي. مهم باختصار هالعيد ميلاد هاي السنه حابه يكون هيك عائلي وبسيط يعني انسب لكل النواحي. بس هيك نخلي ميرا تفرح شوي ومثل ما بتعرفوا ميرا anyway ميرا ما رح تفهم يعني انه حينعملها ويجيها اذا جبنا ناس كتير وعملنا هاي الهاله اللي بنعملها دائما مع فهي ما رح تفهم. الشيء رح تفهمه الكيكة وانه نحن هنغني لها والهدية والهدايا بس. فنحن هنحقق لها هذا الشيء اليوم بما انه ما رح نعمل شيء كبير. كيكة شاهد جبتها بيكاتشو. اذا ما بتعرفوا فرجيكم الكيكة انه ميرا كتير 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 بتحب بيكاتشو بتموت على شيء اسمه بيكاتشو. فمشان هيك قررنا نعمل لها كيك هيك مختلفة شوي على شكل بيكاتشو رح تفرح عليه كتير. هي الكيكة؟ يا حلوة كتير. حلوة ما؟ يس. لو كانت طلع شكل بيكاتشو كانت أحلى كان فرحت أكتر. قصدك هيك كشكل دوب؟ كشكل دوب بيكاتشو. ما قالت لي حيطول هي إذا عملناه. لا يعني فقلت لها خلاص عملي هيك بيكاتشو. لأن إذا هيك كمجسم بياخد وقت أطول. بيكاتشو صغير. على كل حال الكيكة رح تصير بيكاتشو. بعرف ممكن حدا يقول إنه شو بيكاتشو هي بنوتة. لا بس ميرا بتحب بيكاتشو كتير فمشان هيك جبنا لها مرة دبدوب بيكاتشو. ما بتتصوروا شو كان ردة فعلها. ردة فعلها كانت مو طبيعية. جنت أول أنا شفت بيكاتشو على أرض الواقع لأني عادة حتى على الموبايل بيكاتشو بتتفرج عليه وتحبه كتير من الصبح للمساء بيكاتشو من الصبح للمساء بيكاتشو. فلما جبنا لها دبدوب البنت انصدمت إنه بيكاتشو موجود على الحقيقة. إجا لعندي زارني هي فانز لبيكاتشو على فكرة. فحاليا نحن طالعين نشتري له شويه هدايا ونشتري لادم كمان مشان ما يتقاتلوا. ادم هنشتري له واحده بس. ليش واحده حبيبي؟ انه خلص يعني موعد ميلاده يعني الفوكس مو عليه بس مشان نرضيه. لاني بده يروح ياخذ شو اسمه اشياء اميره. لا هو ما هي واحده بتكفيه. هو يعني بنجيب له هيك واحده شيء لعبه حلوه اوكي يتلهى فيها وبعدين ميره نجيب له هيك كذا واحده. اوكي هلا مشوارنا لوين؟ على شي مول حتى نجيب هدايا. شو عم بعرف شو بتعمل. نجيب هدايا لميرا. المشكلة وين؟ المشكلة انه شو راح نجيب لها قصص؟ يعني ميرا صغيرة يعني ميرا مشكلة. هي بيبي حبيبي المشكلة هي مشكلة كبيرة هي. اوكي بتعرفي ليش؟ شو؟ خلص لاني انا ما بعرف ميرا شو بتحب بس بحب انه بتحب بيكاتشو. هذا الشيء اللي بعرفه. لحظة. اوكي شو؟ ميرا لا مو شرط يعني حبت بيكاتشو خلص بدنا نعلق على بيكاتشو. لا ما نعلق على بيكاتشو بس انا قصدي اهلكها بيكاتشو. قصدي اي لعبه بتروح. هلا شوف رايحين على محل فيه هدايا أوكي؟ اوكي كامل اوكي بتروح وفي 200,000 الترناتيف قدامك بتاخذ اشياء ممكن ميرا تحبها مثل فيني اجيب لها ميك اب للصغار. انت صار لك 5 اشهر بدك تجيبي لها ميك اب لاولاد صغار. ما انا جبت لها مره وخربته ما بتذكر. شايفين انا ما بعرف شو عم بحكي لاني هي ما بتفهم ما بتعرف شو بتعمل. بس كان قبل 6 اشهر هلا يجوز صارت تفهم اكثر. لا ما اظن نفس الشيء. بلا والله والله ما بتعرف. المهم هلا شو عنا؟ عنا رح نفتح المول كله. لا مو مول كله رح انا بعرف اه ما في هذا الشيء هون. خلينا نروح على مكان ثاني. لا خلينا نروح على مكان ثاني. لا هذا المحل مو ما في العاب كثير. لا هاير لا نهي هي لغات نهي صايرة هندي تحكي لغات كثيرة. طبعا دائما انا عندي قدرات انت ما بتعرفها. كم لغة بتحكيتي صايرة؟ انجلش عربي سويدش
بس انت بتعرف. انا كمان نفس الشيء. انت عندك كردش. عندك انا اكثر مش عارف بحكي لغات. اوكي انا بحكي عربي كردي سويدي بس. وانجليش يعني. انجليش يعني ما فيني اعتبره انه فيني احكي 100% يعني انه انجليش. بس تعرف انجليش مثل السويدي ولا اقل ولا اكثر؟ انجليش مثل السويدي. مثل السويدي بس ما يعني صرنا على الأمول عديت هلا من جنب محل ورد خطر لي إنه أخذ ورد لأميرة بس بعدين ذكرت مين عمرها فات في المرح طبعا مصاب هلا الفكرة وين إنه نلاقي محل ألعاب يكون كثير حلوين لازم نفتح المول كله مع إنه هذا المول بيجي عليه اليوم 3 مرات لحد الآن ما نحن حافظين أماكن أشياء. اوكي وصلنا محل الالعاب انا شفت افترقنا هي راحت على مكان قسم وانا راح على قسم حتى كل حدا يختار هدايا خاصه فيه لك. ماما تعلمني الصوم صراحه ما كان فيه كثير هدايا وما بعرف اميره شو راح تحط. وهذا الدبدوب. اوكي حبايبي هلا وصلنا على المول راح اشتري هدايا لاميره. صار كم مره عدت هذا المقطع؟ انا اسفة تحملوني يعني لانه شوي هيك متحمسة اليوم الميلاد ميرا يس عم بكتب لهي صاحبة الكيك انه هل الكيك على الطريق او لا بس ما عم تجاوبني. تخيلوا يصير هيك شي موقف. اوكي جايز بس عم بدفع لفستان لميرا اصفر ان شاء الله الاقي. شوف هذا كتير كيوت بس لو في منه اصفر. هذا اصفر بس مو الاصفر بدي اياه. هذا عنده منه اصلا. هات كمان أصفر درجة مو حلوة. في هاد بس هاد كتير سمبل. بدي هيك شيء إنه شوي يكون حفلة. هاد حلو كيوت. بحس إذا ما لقيت شيء ممكن آخذ هاد. في أحمر. هيك اكسسوارات كمان هون للشعر. هاد حلو كمان كيوت. ممكن اجيب له هيك شغلات مع الفستان. شوفي ما رح الاقي من هون فستان. ممكن الاقي مكان ثاني. هاد عنده تقريبا نفسه للعيد اللي اشتريت له اياه. مستحيل نلاقي هاد. معناتها رح نروح مكان تاني بس رح نجيب هدايا. لازم نجيب عربانة أول. هاي بيجامة الصفرة حلوة لآدم. ناخد وحدة إياسو. ما هي 3 years نحن بدنا سنتين. اوكي وصلت على سكشن الالعاب هون. اي ثينك انه الالعاب الصغار يعني كثير صغار اللي هيك سنه و يو نو مفكر نروح هنيك اللي هي العاب شوي للكبار اكثر. هي الاشياء اللي يرسم عليها عندها 200,000 وحده منها فما في شيء اكسايتنج. حاول الاقي لها هيك العاب بناتيه انه هي بتحب أي شيء له علاقة بالميك اب الأشياء. هاي ولا هاي اوكي رح اجيب ميك اب فيك لميرا. جبت لها هيك انا وكمان بدنا متفارقين انه كل واحد يشتري هدايا بس اتفقنا انه ما نشتري هدايا متشابهه. سو اي هديه متشابهه من رجعه اشتري شيء ثاني. سو ذس از ذا فيرست وان. عم بدور على عربانتي. وير از ات؟ تعالي وير ار يو؟ لا عربانتي
شفت عربانتي؟ لا عن جد عم بحكي. وينها؟ انت ايه وين العربانة؟ هون هون. وين؟ وين هون؟ جايز مهمة البحث عن عربانة مو البحث عن هدية. اوكي جيب لي. اوكي حبيبي اشترينا اشياء. فرجيني الهدية هي لآدم. شوفوا اشترينا شيء لآدم هيك سيارات مع متاهة يعني شيء هيك حاسة رح ينبسط عليه. وفي هون هدايا ميرا ما رح فرجيكم بالتفصيل. اوكي اشترينا اشياء حلوة لإله. هلأ رايحة ادفع وضل بس اجيب فستان واذا لقيت شيء هيك محل بيبيع بيكاتشو بجيب له لاني هون ما لقيت. يس لازم اروح اجيب له فستان ما لقيت فستان حلو هون. هون ان شاء الله هون حاطيها علي. ايس كريم. اوكي جايز دفعنا بس نسينا بعدين نغلف الهدايا سو بعد ما دفعت رجعت على الكاونتر قلت لهم نسيت انه اغلف. صار عنده دباديب كثير اميره. يعني هيك شيء احلى. اخذ لي هاي احسن برايي. هاي احلى من الدبدوب اللي اخذته. لو الدبدوب حلو بس انه هيك شيء بالناتي. فكر اخذ هاي شهاد سبقتني اخذت هاي. فكري مثلي كمان يعني هدايا نفس الشيء. كل واحد ياخذ هدية. يعني انا شو بدي اخذ هلا؟ لغيتي لي خيار من خياراتي. ميك اب. وين؟ هاي انا. هاي انا. هلا هلا مين شافه اول؟ طيب انا كمان شفت هذا اول شيء وانت اخذتيه. ما بيهمني. الاسرع هو اللي بياخذ. جقرة فيك باخذ هاي كمان. البقاء للاقوى. جقرة فيك باخذ هاي. اصلا هاي تبعيتي احلى من هاي. هدايا متشابهة. تبعيتي احلى من هاي. لا هي احلى. نفس قبعة شعرها بينك. والله؟ طيب اوكي شوف البقاء للاقوى. راح اخذ له مناكير انا. مناكير؟ اه طيب ماشي تصير؟ خذ له. طيب اوكي راح اخذ له مناكير. في الوان كثيره. لا تنسي ادم. اوكي اطلعي من قسمي. تعالي اطلعي. في هدول بس ما بعرف فين هم. قررت اخذ هاي. اوكي المفروض ندور على اشياء ثانيه. كنت هون كمان عربانتك شفتها تتمشى هونيك. هون هي. انت اي ميك اب حطيتي لها؟ هون هون. هاي هي. انا بدي اختار على عربانة شنطة. اخذنا شوية بيجامات وهي العاب. يلا تعال. وين رحتي؟ هيك موديلات كتير للميك اب واشياء كتير للميك اب. شاهد ما لاحظتهم. في هيك شيء حمرا. شو كل حمرا صغيره. في هيك شيء. في هدول هيك. في هاي مجموعه كامله ما بعرف هدول شو. في هون مع كتاب. في كذا موديل. اخترتي الميك اب؟ طنشني ما عم تسمع. هذا شافه طهارة.
هذوليك احلى. لقيت شيء حلو كتير هون الأميرة، صار مثل سكوتر على البسكليت. أميرة بتحب هيك أشياء، أخذت لها وحدة بس المشكلة ما عم بعرف أي لون هذا. المهم أخذت لها هيك وحدة، هي حلوة كتير رح تكيف عليها. نكمل هاي، لا مو لعمر أميرة، لأصغر. ممكن ناخذ هيك شيء بس ما حيزبط البيت. هذول اشياء الرمل، شو كمان، شو هاي احسن شيء انت شفتيه، ما منيحه، ما تبدلي لي اياها. بدك تبدلي لي اياها؟ انا هاي الي اصلا المكياج، انا اللي حطيتها. اي بس انا انت ما جبت كشهادة، غيرت لي، مو غيرت لك، هي الي، انا اخترتها، هي هديتي يعني بس مشان تغير، راح تختار. شو هاد شو جبت لها؟ انت بسكليت سكوتر، بس هاد ما بيسوق، لازم برجلة تعمل. ايه ما حلو عادي هلا، اذا ما زبط ما كنت تجيب له شيء ثاني مثلا. كبار كلهم نفس هيك بس كبار. شي تاني كبار ما بصلوا رجليها. طيب هي تبع شوية بسكليت عادي. كبار حبيبي، هذول الكبار انا ما شفت. هلا هي منيحة، راح كيف انا بعرف هو نبره، عندي واحد غير كبره. هلا لحد الان اشترينا اشياء ما مش متشابهه صح؟ انت كنتي هونيك لقيتي شيء ثاني؟ لا ديناصور، ما بحب ديناصورات صح؟ سيارات لا. في هيك شيء بس كان عندي من قبل بس ما بتفهم. هيك طيب؟ اوكي خلصنا، اشترينا شوية هدايا لأميرة. فجأة شباب ضاعت، ما عارفين راحت، ممكن راحت على محل تاني تدور حصان لأميرة، لأني مفكرين نشتري لها حصان قبل. فحاليا أنا واقف هون عم بستناها. الشهادة يا جماعة مش مضيعتني ولا رايحة تشتري حصان لأميرة، كانت موجودة بالمحل بس عم دور على جوا المحل، وأنا واقف برا عم بستناها. والهدايا كنا منا مغلطين، حطيناها هون عندهم، حطيناها غلطناها هون. هلا طلعنا حتى ندور لأميرة على فستان. لقينا فستانين بس نحن محتارين. انا وشاهد، شاهد فكرة تاخذ لون اصفر لتعمل يومها كلها بيكاتشو. الكيكه صفراء، الفستان اصفر، نلبس لها اصفر كمان نحن. ايوه نرسم عوشنا بيكاتشو، لا نرسم عوشنا بوكيمون، لا بيكاتشو. اوكي فرجينا الفستان اللي معك انت. هذا الفستان اللي شاهد حابة تاخده، هلا مو لعيد ميلاد، هذا لكل يوم. هو أوكي. عيد ميلاد أصلاً. في هذا، لا هذا يعني أوراني. بيطلع انه اضبط، يعني انه مبين عليه انه حفلة، انا عندي عيد ميلاد يا بابا وماما، هيك قصص. يعني ما اظن تلاقي هيك شيء مثلا هيك على لون اصفر. هلا هذا حلو بس هذا لكل يوم، ما حاس انه مناسب لعيد ميلاد ميرا. خلينا نكمل تدوير بيبي. نكمل. هلا هون نحن دخلنا على قسم الرجالي، حنشوف شو في عندنا اشياء كمان. الهدايا فهلا حاليا عم يغلفوها لانه شوي بيطول الموضوع، سو رحنا، لا انا عم بدور، قلت يعني خلال هالوقت نستغل الوقت نجيب فستان للوقت، ندور على فستان اطفال. طري اذا لقيت هيك لعبه بيكاتشو بشتري. فيس هلا طالعين ان شاء الله الاقي فستان. اشتريت لها هيك اكسسوار للشعر كمان، انه عادي بيزبط على اي فستان ايضا. والكيكه وصلت البيت. اوكي حاليا كيكه بالبيت. سو يس جايز، في كتير ملهيات عم تصير. الهائيات. الهائيات ايه نسيمان ديستراكشنز. اوكي عم بيلخبط لنا مخنا كل شوي. هاد حلو، خلينا نشوف شو في عنده. اللي بده يشتري بيعمل شوبينج هلا حاليا، ما انه نحن عم نعمل شوبينج. ما في داعي ما في داعي انت كمان تحتفل يعني. انا حسبت انا ما راح احتفل، هو كمان قال يلا خليني احتفل مع ميرا، هيك احتفال احتفالين صح.
اليوم يوم ميرا، هذا اللي انت عم تحكيه بده يوم لحال. لا ما مشكلة، عم نشوف محل في اشياء حلوة بعد كم يوم اجي ادور على نفس المحل مرة لاقي. لا عم بيضيع. هذا قريب علينا، فيك تجي بكرة المول. بكرة تومورو شو عندك؟ ما عندك شو. المهم هلا لاني لسه ما بس نخلص من ميرا، اذا في وقت فيك تشتري، بس اذا ما خلصنا ما ميرا بقينا بس تصفى خالص. جايز انا المحل هلا ما بعرف رقم شو، بس المهم في هون فساتين بس مو لون اصفر. صراحة عجبني هاد كيوت، ما بعرف هاد حسيت هاي الحركة مو حلوة اللي هون. اوه واو لحظة هذول كمان والله كيوت عادي، بتعرفوا شو غيرت رأيي مو شر. شوفوا هاد كمان حلو يعني هيك بالنص، انا ما بدي كثير اوفر كمان ولا كثير بسيط. تنورة ست عجبني هاد. اوكي لازم الاقي لي شيء من هذول لانه في اشياء حلوة. في هيك تنورة مثل ست، هاي كمان حلوة هاي الحركة. اوكي راح اخذ لفة بالمحل اشوف اذا ما في شيء. شوفوا ما شاء الله في كل يعني في فستان جراي، يعني مين بيتخيل انه في فستان جراي بس ما في اصفر، انه كأنه قصدا والله انه انا بدي اصفر ما في اصفر. ما عم بعرف شو اخذ له. هاد تو ماتش. في هون كمان واو كله فساتين. هاد كمان حلو، هاد كيوت. شوفوا حلو وعلى قياسه كمان. في بينك ما شاء الله في كل الالوان ما عدا الاصفر. في اللي هو كمية الفساتين كلها بس ما في شيء اصلا. تخيل هلا لاني انت عم تطلبي شيء على ستايل. لحظه تعال عم تطلبي لون على شوف ستايل. شوف هذا اي لون؟ هذا اللون تركواز صح؟ تركواز كذا. في لون فضي، في كل الالوان الا شو اسمه؟ على فستان ما بزبط، ما حدا بيشتري. بلا مين اخترع هاي الشيء؟ تعال شوف في هاد حسيته كيوت. شو؟ هذا كيوت صح؟ فيك تحطه هون فيه اصفر يعني في انه هيك الترناتيف. لا مو عليك يعني تمسكه فيك تحطه هون هيك تمسكه وهيك لبين ما نشوف. لا هذا بدي اخذ لك كله عن جد. ايه حلو ناخذه صح. بدنا واحد ثاني؟ هذا اخر قطعه بحياه الله والله. شو اي شيء بيعجبنا ما بعرف سبحان الله. تعال شوف في ابيض. جايز عم نختار لملابس لميرا انه هيك مو للمدمين. شوفوا اخترنا حجيهم. هاد هذا الاوفرول. في هذا الفستان خلص قررنا هذا الفستان حناخده مع اني خربان من ورا بس حبيته. اوكي وللعيد ميلاد؟ طيب العيد ميلاد شو بدك تلاقي لك فستان غير لون؟ طيب عادي ما عندي مشكله بس ما في. لا ما حلو كلهم هيك يا اوفر يعني جليتر. شوف يعني هيك انه نعم خير. طب تعال ها يلا. لا عوف عيه. لا 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 اسود انا خايفه يطلع صغير عليها. ليش يطلع صغير؟ ما انت احتاج هذا قياس. شو هذا؟ من دون قياس انا افرجيكي بس اللي حلو الاسود من ثلاثة لاربعة.
كبير صح؟ بس ما تحس هذا اثنين. جايز اخترت الفستان، اخترنا شيء ابيض، شوفوا كيوت وبنفس الوقت هيك not too much. اخترنا الاشياء تانية، انا رح اجربهم كمان اذا طلعوا احلى من هذا، بس هذا كمان حلو كتير اجربهم انه لون ابيض. Let's go. لازم يعطلنا التعطيل. اوكي كل شيء تمام، هلا رايحين على البيت. جايز الموضوع تحول لشوبينج. بس يا ما بعمل شوبينج، يعني ما عملت شوبينج، يعني هيك شوبينج على الناس. نعم عملت شوبينج اوتفيت كامل رأسا. هذا اوكي، دخلت قشطون ضبطوا حلوين. والله يلا بسرعة لازم نستعجل، رايحين نجيب الهدايا. لا بيكونوا اكيد خلصوهم، لفوهم بال كرشي لفوهم بالهي ورق الهدايا، ورح ناخذهم من البيت وغير لميرة ونعمل لها هابي بيرثدي تو يو. وهذا البطيء وراي ما بعرف ليش دائما بطيء بسرعة. كويكي ما في هدايا، يعني كيسين كبار لازم. اوكي خلصنا، اخذنا كل الاشياء لازمتنا لميرة. خلصتي صح؟ فستان اخذتي؟ بصراحة انا وشايف نحن مانا مقتنعين بس الفستان 100%، كنا حابين ناخذ له فستان هيك شيء اصفر بما انه كعكه صفراء. كعكه يكون الكيك الكيك ضلك علي علي. لا انا اللي بعد شيء؟ لا مو انا ولا انت. شو كنا عمو؟ كعكه. نسينا كعكه صفراء. الكعكه صفراء، الكيكه صفراء. كنا حابين نعمل جو بيكاتشو لميرة. لازم نروح نجيب الهدايا. لا ما ينسى طلع يوم بركي ليلة شي دبل بيكاتشو لازم في عند الهدايا. هل من بي بيكاتشو عم بسرح؟ في محل في الهدايا. اوكي فجأة شاهد غيرت رأيها وصارت تسوق اشياء لها. شو عبالك انه ما معنا وقت؟ ممكن تأخر؟ والله انت عم تقنعني ولا لا؟ انا ما بقنعك، انت شفتي شيء واخذتي قلت لك اوكي. رح اقول لك لا ما بصير تاخذي. حاليا صرنا بمحل البسه. لا هذا محروق. قنعني انت، خذي وخذي وخذي. لا انت عديتي من جنب محل لقيتي بلوزه كثير حلوه. اوكي هذا حلو كثير، قلت لك خذيها. بس هذا الحديث صار. حلو والله. انت قلت شو عندك؟ والله كله حلو. حلو خذيه، حلو خذيه. شو رايك انت؟ والله كثير عادي. والله هو هيك لازم يكون. هلا نحن مشان شو دخلنا لهون؟ في شيء اسود. في هذا، شو في هذا؟ لا ما في هيك شيء. لا ابيض؟ لا بدي في شيرت اسود. دخلنا محل البسه. اوكي نسينا عيد ميلاد ميرا مشان نازلين تسوق. يلا خلينا نروح نجيب لها ونروح عند ميرا. اوكي المفروض هلا نفاجئ ميرا. يا حرام ميرا ما فهمانة شيء، ما بتعرف انه شو عم تستناها. هلا حتى الاسود هذا بيبي لازم نجي لك. هذا يوم هذا محل فيه كثير اشياء حلوه. خلص بكا اوكي اتفقنا. في هذا في اللي قدامنا كمان في هيك اشياء. طيب ليش ما تستنيني هون؟ روح جيبهم احسن ما تتروح تعزلي حالك. يا شيل معي. اليوم اشترينا اوتفيت على ذوق شهر حبيته كثير. الوان جديده اول مره بلبسها واشياء ستايل جديد. ستايل جديد. ما هي شو قلتي؟ شبعت. شو اكلتي طيب؟ اول ما مسكت الهمبرجر قالت انا شبعت. وهيك عرفانة شو بهيك بدي بس على الأكل على حاله. يلا بلشي قولي بسم الله. اللي شبعتي وعم تاكلي؟ ايه
سمي بالله وكلي لاني عنا شغل كثير بالبيت. حتى البطاطا هلا معموله صح؟ فريش بطاطا ماكدونالدز. لا لا اطيب بطاطا، اطيب بطاطا بالسوق. جايز المشوار تحول من شوبينج لأكل، لأن احنا من ماكدونالدز قررنا ناكل شيء على السريع بصراحة مو أكلين، ف حتى هيك شوي صار عنا إنرجي، وبس نرجع البيت ما حلح أعمل أكل وهيك، يعني حنكون هيك عن شغل ميرة وهيك. So وصينا على أكل نستناه حاليا فناكل ونروح لعند مين؟ عند ميرة. يس صارت قد ايه صارت؟ انا قلت لك خلينا نعمل لها عيد ميلاد كبير. قال لي ما بده، قال لي قد ايه، فتخيلوا يقول لي 4 سنين مثلا او شيء. تخيلي انه انا المفروض ما ناكل، بس يعني يو نحن بنحب كرشنا ولازم نعبي. انا والله بصراحه ما في نفس، يعني كنت ما بدي اكل، بنروح على البيت نلاقي ميلا ساعتين نفاجئ وقصص، يعني راح تاخر الوقت وما ناكلين، فما بيصير. المفروض ناخذ انرجي من سنة. انت بتعرف انه الكيكه وصلت؟ ايوه عنده ابديت، كل الابديت متحمسه اشوفه، ان شاء الله ما تكون ذا ساحت لاني لازم تنحط بالجو اسمه ان شاء الله ما تكون ميرا شافتها اكلتها وخربتها. نو ما يعني هي مغلفه. جايز خلصنا اكل، عندي حمرة هون، خلصنا اكل رايحين على السيارة. تعبت بالكياس كتير مع شو عادي. على فكرة بيبي انت ليش مستغرب؟ الرجال ممكن ينسوا هاي الاشياء. لا ما كل عمرها 3 سنين هلا، مثلا عمرها صار 25 سنة، ممكن اقول لك في سنين كتيرة ممكن انسى انه صار 25 ولا 24 من ساعتها، بس 3 سنين صح. اوكي عم نستنى اكلاتنا، قد ايه رح يطولوا؟ ايضا بكير على جوعان كثير، طلعنا البيت ناكل. وصيت لك البرجر المفضل تبعك. يس مفضل لكم، المفضل تبعه حتى انا وصيته بيج تيستي. كل ما نجي على ماكدونالدز ناكل بيج تيستي، يعني بحسه هيك هوم ميد، يعني مصنوع من البيت كانه صح معمول، تحسوه طبخ بيت. ما تحسوا انه هيك ماكدونالدز وفاست فود. عم نستنى هلا ان شاء الله يخلصوا بسرعه لانه صراحه مستعجلين. اوكي واخيرا خلصنا، حاسس حالي تعبنا مثل كانه نحن عم نعمل عيد ميلاد نظامي، يعني ما اكثر شيء. لا 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 نفس التعب حبيبي، نفس الدوره. يلا لازم يعني لو عاملين عيد ميلاد 12 دقيقه، اه لو عاملين عيد ميلاد نظامي كان احسن لنا بصراحه. نفس التعب، صرنا ساعتين عم نجي من انطقه لعندنا. حبيبي بتحب اذكرك انه انت عملت شوبينج كمان؟ ما عملت شوبينج، وين حاسب شوبينج؟ والله بينحسب. انت كمان عملتي شوبينج؟ يعني شوفوا شلون صار طريقه الشوبينج. انا اسفه. شهد عدينا بجنب محل، اوكي؟ شافت بنطلون معلق، قالت واو كثير حلو هذا البنطلون، حبيت موديله. ادخلي شوفي، دخلت قاسته طلعت اشترينا وطلعنا. مشينا شوي نفس الشيء صار معي. لقيت بنطلون وبلوزه معلقين. واو شد حلو، ندخل نشتري. اوكي دخلت استون واشتريناه هون. هل هيك بنعد شوبينج؟ لا 5 دقايق ما طولنا على طريقنا، يعني اصلا ما كنا عم ندور على قصص. بس شو صح هي اهم فقره عندنا. وصلنا على البيت، قررنا انه شاهد الهدايا نعيكم بالسيارة، لاني ميرا اذا هلا تشوفهم راح لازم نجهزها، نقدر كل شيء بعدين نجيب الهدايا.